لقى طريقة لتعطيل تطبيقات جوجل الرسمية في أجهزة شاومي، غريبة شوية. أنا أخذت شورت كات من أبس، تمام، من هاتف آخر، لأنك ما تقدر تسوي له شورت كات على لانشر نوفا. إذا ضغطت على شورت كات هذا اللي هو اختصار أبس، راح يعطيك قائمة جديدة، لاحظ مكانها حتى مو متساوي. هني تقدر تعطل بعض التطبيقات المخصصة لجوجل، مع أنها الوضع الطبيعي ما تعطل. مثلاً فوتو، لاحظ في ديسيبل، أوكي، الوضع الطبيعي أنه ما يتعطل ترى. أخذت شاومي كسر، أول ما أمسك طاح مني وكسر، طلبت واحد ثاني. يعني قاعد توجه إحنا من يعني ليفل عالي إلى توكتوك، الوضع بالشكل هذا. يعني أنا أول مرة أركب توكتوك ترى، يعني الأجواء بالشكل هذا. إذا تبي تتكلم عن شاومي A1 لازم تتكلم عنه وأنت راكب توكتوك، تتكلم عنه شوية بالطريق إذا كان الصوت واضح. شاومي A1 جهاز بمعالج سناب دراجون 625، وهو معالج السنة السابقة، رام 4 LPDDR3 وذاكرة داخلية 64 للنقل، واي فاي، بلوتوث، جي بي اس، واي ار واف ام راديو 15 MMC 5.1. يحتوي على شريحتين 5.5 فل اتش دي LCD IPS، والمفروض انه باغلب وسائل طريقة 3080 على 5.5 فل اتش دي. مشيها ترى، مشيها لان باندرويد 1، راح اقول لكم الفكرة ليش اندرويد 1. الوضع هذا على الشحن، تمام، واحد. بعدين 20,000 من شاومي ايضا على الشحن، هذه 20,000 ثانية. وين السلك؟ السلك هنا. وبما ان واحد من الاسرة مناشبني عنده ايفون، مناشبني على البطارية، رحت اشتريت له بطارية شاومي عشان افتك منه، وحطيت لها على الشحن ببلاكي بعد، شايفين ايفون. بعدين 10,000، وهني طاولة صنعتها توني انا مع جهازين شاومي A1 للتجربة، حدث لي آخر تحديث وجاري صلخ الجهاز. عشان ما يصير له عذر، التليفون أنا تحت كشاف الحين. هذا الجهاز شاومي A1 على سناب، وهذا تسجيل من ون بلس 5 بنفس الزاوية بنفس المكان. جوجل ميوزك شغال بالهند، يمكن احنا الناس الوحيدين اللي مو شغال عندنا. يعني هذا الباب موجود بحيث ان تفتح الباب وتدش على طول تحت. هذا الباب شايف شلون؟ يعني مخصوص، محطوط مخصوص، تفتح الباب تدش على جهنم تحت. بخصوص شاومي A1 طقت الفرة الأولى اللي هي الانطباع الأول. طيب الخلطة جيدة ل 2016 مو 2017. وتواجد لينوفو P2 ترى كافي مع سوبر أمولد. يعني أنا أشوف أن لينوفو P2 أجدر من هذا الجهاز بالاقتناء. لا والله في أبدأ منه وأرخص منه. يعني اللي ميزة هذا، إذا كنت تبحث عن هاتف شاومي بواجهة ستوك أقول لك ماشي، حلوة الفكرة. لكن الهارد مفروض أننا حاليا بسوبر ماركت محترم ترى. خلنا نعطيكم جولة على ما أن الوضع بالطيخ. يلا محترم. ميزة السوبر ماركت المحترم أنك تحصل على إضاءة محترمة، فالتصوير يكون أفضل. مساكم الله بالخير من جديد. في تطبيق هني اسمه إيرو، إذا صح التعبير، يعني مخصص لتوصيل المطاعم من جوجل فقط للهند. راح أجربه الحين. مساكم الله بالخير. تجربة الطلب من خلال تطبيق جوجل الهندي كانت ممتازة، يعني احتراف عالي. وتطبيق فيه تخصيص، يعني مخصص في عدد من الأمور، مثل الأكل، مثل الصيانة، مثل التوصيل، التصليح. غدا إن شاء الله تصل النسخة اللي هي Oppo F5. أنا طلبتها، رحت لهم اليوم قالوا لي مو متوفرة لأنها أصلا طلب مسبق، فراح أستلمها غدا، يعني مفروض أنه نهائي غدا. طبعا طلبت الجهاز هذا اللي هو شاومي A1 باندرويد 1، وفي امر بخصوص اندرويد 1. يعني لاحظ مثلا هم كاتب لك اندرويد 1، لكن الاندرويد اللي متواجد هو اندرويد ستوك عادي. وين ال1 بالموضوع؟ ما ادري، يعني اندرويد عادي. الفكره يا جماعه التالي بهدوء وما قدمتها جوجل، اندرويد 1 هو اندرويد
اندرويد عادي، لكن التحديث من جوجل بدون اضافات الشركات نقطه. هو ستوك اندرويد يا جماعه، لكن التحديث من جوجل. كوميونتي، ليش في شاومي ستور؟ ممكن حذفهم، بس ليش حاط لي اياهم؟ مو ستوك. لما تقرا عن اندرويد 1 يقول لك والله اندرويد 1 لا يمكن ان يكون مضاف معه اضافات الشركات. وهذا شنو؟ ليش في شاومي؟ ليش حاط شاومي سيرفيسز لجمع المعلومات؟ ليش؟ ليش مو نوكيا اندرويد ستوك بدون الاضافه هذه ما يكون اندرويد 1؟ يا جماعه اندرويد 1 فقط مدعوم من جوجل للتحديث الهوائي فقط. هذا اللي يميزه عن اندرويد ستوك. يعني نوكيا نهجها صحيح، نوكيا تحدث لنفسها الهاردوير تبعها، فتواجد اندرويد ستوك على نوكيا صح. هو طبعا اصح شيء على جوجل بيكسل لان التحديث مباشر من جوجل هو الاساس، بيكسل والنكسس. انا معطل 8 تطبيقات بالجهاز وهذا اندرويد 1. اندرويد 1 يعني اقل نسخه مخففه من جوجل ستوك المحدثه من جوجل، محدث الجهاز. الجهاز يستخدم نصف الرام، نصف الرام على اخفف نسخه من اندرويد، يعني قاعد يستخدم تقريبا 2 جي بي من اصل 4. فموضوع الحاجه ويحتاجون خلاص، والله يعني انا اثبت بما فيه الكفايه بان اندرويد 4 بيطلع. يعني الحاجه ويحتاجون ون يا جماعه ون. كهاتف ثانوي يعني تحط على كم، تحط فيه خطين كذا، يعني كهاتف ثانوي يعتبر هذا الخيار ممتاز كهاتف ثانوي، لان اندرويد ستوك بدون اضافات، التحديث مباشر، يعني السعر ممتاز. بس هذا حده يا جماعه، يعني هو انا شخصيا ما ارى ان من الاجهزه اللي تستاهل ان تكون جهاز اساسي. جهاز اساسي لازم يكون فلاج شيب. يعني موتو زي 2 بلاي كهاتف متوسط اقوى من هذا. طبعا موتو زي 2 بلاي تقريبا دبل السعر، يعني السعر الاعتبار. مي نوت 3 افضل من هذا. مي نوت 3 ترى من افضل الهواتف المتوسطه السنه هذه، يعني ممكن اعطيك بعض الاعتبارات. لاحظ معي ان هذا الجهاز بمعالج السنه السابقه، مو بمعالج السنه هذه، معالج السنه هذه 226 اللي موجود على موتو زي 2 بلاي. هذا الجهاز موجود على جهاز لينوفو بي 2، معالج قديم. في كروم او اس نسخه بيتا، هذه بيتا، يعني نزلت نسخه البيتا المفروض انها احدث. لاحظت تغيير بالشريط السفلي، يعني لاحظت سرعه اعلى في الاقلاع، سرعه الاقلاع صارت افضل، ما تغير عليه كثير من الامور غير الشريط السفلي الواضح. يعني بالنسبه لجوجل بيكسل 2 متوفر في السوق الهندي من خلال متاجرهم مثلا، هذي اللي يبيعونه، هذا سعره تقريبا 1120 دولار. غدا عندي مشوار ثاني باذن الله، استاذنكم حاليا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.